نظري مسرح ما حصلش ولا حاجه، وبالتالي المكان الاساسي بتاع الاحتفاليات كلها بعيد خالص عن الحقيقه. الحقيقه حصلت في حته الحفله اللي هي بعد الافتتاح، وكل اللي هيحصل ان بدل ما كان مكان عالي هيكون مكان واطي، ان شاء الله نلحق ندهن كل العميد بكره بحيث ان على بكره بالليل ما حدش يعرف حتى نكافيها ان شاء الله. الناس الكهرباء اللي كان تحت المحل من العلاق هو المشترح على الحتة اللي نعلينها خلاص نعطيكم الكهرباء من هنا. حصل ماس كهرباء في المنطقة الخارجية، الحمد لله الحمد لله ان المسرح وكل التجهيزات بتاعت المسرح وكل المكان بتاع المهرجان ما حصلش فيه حاجة خالص، والحته بتاعت الحفله اللي هي بعد المهرجان دي على بكره الظهر تكون رجعت زي ما كانت ان شاء الله كل العيد، ومش هيبقى عارفين حتى اللي كان فيها عليها. الحمد لله ان المسرح وكل التجهيزات بتاعت المسرح وكل المكان بتاع المهرجان ما حصلش فيه حاجه خالص، والحته بتاعت الحفله اللي هي بعد المهرجان دي على بكره الظهر تكون رجعت زي ما كانت ان شاء الله كل العيد، ومش هيبقى عارفين حتى اللي كان فيها عليها. شكرا.